وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بك معنا دكتور طارق في نشرة أخبار الثامنة. ما هي قراءتك لما جاء في هذا اللقاء الأخوي التشاوري؟ ومن وجهة نظرك ما هي أولويات المرحلة القادمة والتي من الممكن أن نستشفها من خلال هذا اللقاء؟ بالتأكيد طبعا هو لقاء أخوي ضم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشقائه من ملوك ورؤساء الدول العربية. أعتقد مهم جدا أنه يتم هذا اللقاء الأخوي التشاوري في ظل التحديات والمخاطر التي تواجه الإقليم. هناك حرص على توحيد المواقف، هناك حرص على بناء قواسم مشتركة بالنسبة للقضايا العربية، هناك أيضا حرص من القادة العرب على ضرورة أن تتوحد مواقفهم وتوجهاتهم في ظل ارتدادات الأزمة الدولية الروسية الأوكرانية بطبيعة الحال وحالة عدم الاستقرار في النظام الدولي. الدول العربية بطبيعة الحال بتبعث رسائل مهمة إلى الأطراف المختلفة سواء في الإقليم أو خارجه بأن هناك موقفا عربيا واحدا، وهذا التحالفات العربية تخدم النظام الإقليمي العربي وتؤكد على الحضور العربي في مسارات العمل العربي المشترك. بطبيعة الحال هناك أجندة طويلة وممتدة لقضايا متعددة، المؤكد أنها طرحت في هذا اللقاء الأخوي بين الرئيس السيسي وأشقائه. أعتقد مهم جدا أن احنا نقف أمام بعض النقاط المهمة، منها الملفات العربية المفتوحة على مصراعيها، منها التطورات الجارية في الإقليم، منها ما يواجه العالم العربي من تحديات تتطلب موقفا عربيا واحدا. أيضا هناك مشاكل متعلقة بأمن الطاقة، امدادات الغاز، أيضا التحولات الجديدة في بنية النظام الدولي، كلها أمور متعلقة بطبيعة الحال بكيفية بناء القواسم المشتركة في هذا التوقيت. وأعتقد حرص القادة العرب على هذا الأمر يعني واضح أن هناك أولويات في هذا. دورية انعقاد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات الأخوية بتعكس دلالات مهمه في سياقها الاقليمي والدولي. اعتقد انه هذه الاجتماعات نجحت بالتاكيد على ثوابت العمل العربي المشترك واكدت على وجود مواقف عربيه ومقاربات عربيه واحده. نعم، من القاهره الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.